هل بالفعل حصل جلسة بينك وبين ميدو واتفقت على انضمام للزمالك؟ كان في تواصل فترة ما كده يعني في يعني مباشر بيني وبين الناس في نادي الزمالك، لكن طبعا الزمالك بيعاني دلوقتي من مشكلة في القيد وكلام كتير وحاجات زي كده، فأكيد نادي الزمالك بيفكر في اللعيبة اللي عنده أكتر ما بيفكر يجيب حد تاني من بره دلوقتي. كان ملخص كلام ميدو معاك ايه لما كان بيتفق معاك على انضمامك للزمالك؟ يعني كان في اي حد يتمنى وشرف ليه انه يلعب في نادي الزمالك، فكان عندي ترحيب كبير اكيد يعني، لكن ما تطرقناش لباقي التفاصيل، لكن انا رحبت جدا طبعا وشرف ليا ان انا اكون موجود في نادي كبير زي نادي الزمالك، لكن الموضوع ما مشيش زي ما قلت لحضرتك بسبب وقف القيد لنادي الزمالك. بعد انتشار خبر توقيعك للزمالك الدنيا في غزل المحله قامت وما عادتش. ده طبيعي، احنا في نادي جماهيري وجمهور غزل المحله جمهور عنده شغف واكيد بيغار على لعيبته، فلما يعرف ان الحارس فرقته جاي له عروض او وفي كلام عليه من اي فرقه ثانيه لازم هيتحرك ولازم هيحاول باقصى ما يمكن انه يحافظ على لعيبته، منهم ومن ضمنهم اهم الناس عنده زي حارس المرمى. اتقال لك في نادي الزمالك ان هم هيخلصوك بعد ماتش غزل المحله والزمالك في الدوري. لا، هو الحديث ما كانش يعني بالمعاده وكده، لكن هو الناس كانت عايزه تعرف رايي وتاخد رايي، وانا رحبت جدا وهم اتواصلوا مع النادي عندنا. لعبت ماتش غزل المحله والزمالك تحت ضغوط كبيره جدا من الجمهور الغاضب. بعد انتهاء الشوط الاول احمد ميهوب اتغير ليه؟ والله اليوم ده كان يوم طويل، لان ده كان يوم عرفه، فكان يوم صيام بالنسبه لنا، والماتش كان ميعاده الساعه 9، الفطار كان تقريبا حوالي الساعه 8، ما قدرناش او حوالي الساعه 7:30 ما قدرناش نفطر، لان طبعا مش قادر تفطر وتنزل تلعب ماتش. فالكابتن رضا شحاته شاف ان انا بين الشوطين ممكن اكون دايخ شويه او مش في احسن حالاتي، فحفاظا عليا يعني وعلى شكلي قدام الناس غيرني بين الشوطين، وانا احترمت جدا ده، وانا اصلا يعني فعلا ما كنتش قادر اكمل الماتش. المعلومه اللي عندي ان تم تغييرك بسبب الضغط اللي حصل من الجمهور عليك في الماتش ده. هو طبيعي لما انت تكون مدير فني، وخصوصا يعني مدير فني لعبت في النادي الاهلي وعندك خبرات ومريت اكيد بتجارب زي كده، لما تلاقي الجون بتاعك بتاع فرقتك مش في يومه، او مثلا حصل عنده هبوط او اي حاجه زي كده وفي ضغوط جامده عليه من الجمهور، اكيد بتحاول تحافظ عليه وتحميه، فانت هو قرر يغيرني ما بين الشوطين وانا رحبت جدا، ما كانش عندي اي مشكله. بعد انتهاء الشوط الاول ايه اللي دار بينك وبين كابتن رضا شحاته في غرفه خلع الملابس؟ مفيش، هو الراجل اتكلم معايا بكل شياكه وقال لي مالك في ايه، قلت له مفيش، بس هو شافني مش في حالتي الطبيعيه، يعني في الاخر اتفقنا ان هو ان انا مش هكمل المباراه، وانا يعني كنت مرتضي جدا بقراره. بعد الموقف ده هل قابلت اي مضايقات في الشارع هناك في المحله؟ لا تماما، يعني بالعكس، هم الناس بيبقى عندهم ممكن تقول عصبيه او حده في الكلام، لكن فيس تو فيس بتبقى الدنيا سهله ولذيذه عادي. كتبت بوست بتبرأ فيه نفسك من التوقيع للزمالك علشان تقلل الضغط عليك من جماهير غزل المحله؟ مش موضوع تقليل الضغط، على قد ما ان انا ببين الحقيقه، ما كانش في توقيع وكان في مجرد محادثات بيني وبين الناس، لكن ما كانش في توقيع.